ألو، السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في نوفو لايف دون كادر دي فورماسيون اللي كنديرو يوميا سوغ نوتخ باج فيسبوك ميزان فورماسيون. اليوم دونك غنديرو لا سويت ديال لو كور ديالنا على لي سيستيم فوتوفولتايك. دونك كما العاده اون فوا نوصلو 40 بيرسون غادي نبداو لو كور ديالنا، مي اون اتوندون On annonce 40 personnes. Si vous avez des questions, la présentation d'Yana, commentaire. Et comme ça, on va partager le live. Et comme ça, le maximum possible d'Yelness. D'accord?
دونك السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم جواد ايتر، الحمد لله سوسيتي ميزان ريكونيسي فور سولار انرجي. اليوم دونك كنهضروا على واحد لو تيم اللي كانوا يسولوا عليه بزاف ديال الناس، لا لو ديمونسيونمون ديال لي انستالاسيون رابور دي اوريزون. ديجا شفنا لو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم دو بومباج، وشفنا لو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم اوتونوم. دونك اليوم نحاولوا ناخذوا شي فكره على le dimensionnement des systèmes raccordés au réseau. D'accord? Et bien sûr, si vous avez des questions, حاولوا أنكم تحطوهم في كومنتار. Alors, أشنو هو ديجا إلا كنهضر على لي سيستيم فوتوفولتايك، كنهضروا على أربعة ديال لي تيب ديال لي سيستيم فوتوفولتايك. دونك اشنو هو الفرق بيناتهم؟ دونك اللي ديبون دي كومبوزونت ديال لو سيستيم، ديبون اوسي ديال لو سيت ديال لي سيستيم في دو سولير، اللي هما لي سيستيم دو بومباج سولير، لي سيستيم اوتونوم افيك باتري، اي لي سيستيم هيبريد، لي سيستيم راكوردي او ريزو اللي كنسميوهم لوف جريد. دكاغ، دونك هادو هما لي برانسيبو سيستيم اللي كاينين في لي زابليكاسيون فوتوفولتايك. بيان سور كل سيستيم عندو les avantages et les inconvénients. Donc, il y a un système raccordé au réseau. Mais on dira un rappel à les systèmes l'autre, parce qu'on parle des systèmes autonomes, les systèmes raccordés au réseau, mais très difficile. Alors, est-ce un système de pompe solaire ou un système au fil du soleil ou un système لي لا برينسيبال كاركتيرستيك ديالو ان ما كنحتاجوش فيه لا ستابيليتي دو كورون. يعني الا كنت في ان سيستيم اوتونوم، هنا لي باتري هما اللي كيديروا لنا لا ستابيليتي دو بويسونس اي دو كورون في لو سيستيم ديالك. اما الا كنت في ان سيستيم او فيل دو سولاي، يعني داكشي اللي كتقعد اللي كيبروديو لي بانو ديالك هو اللي كتكونسومي لا شارج ديالك، يعني لا بومب اون جينيرال، الموتور ديالك، داكشي اللي غادي يكونسومي. يعني هنا ما كاينش لو ستوكاج. داكوغ، بزاف ديال الناس كيسولوا واش ممكن هاد لي سيستيم او فيل دو سولاي نستعملوهم بور لاليمونتاسيون ديال واحد الدار، مثلا واحد التلفازه ولا بولات. هادي بارمي لي كيستيون اللي كيطرحوهم بزاف في الفلاحه. يقول لك راه عندي اون انستالاسيون دو بومبا سولير، واش يمكن اليمونتي بها الدار ولا لا؟ دونك في هذه الحاله الا عندك ان سيستيم او فيل دو سولاي ما يمكنش. علاش؟ تو سامبلومون سي اون كيستيون دو ستابيليتي، دونك دو ستابيليتي دو بويسونس. الا عندك سيستيم او فيل دو سولاي، يعني ما عندكش لا ستابيليتي دو كورون، تبدلو لي راديياسيون ولا تبدل لا تمبيراتور، غتبدل لا بويسونس ديالك، سكي في لا بويسونس اللي كتخرج من لي بانو تكون فاريابل، ولكن لا بويسونس ديال لا شارج ديالك مثلا شي تلفازه راها فيكس. داكوغ، يعني ما غاديش تستعمل لك هذيك الفارياسيون دو بويسونس، دونك ما غاديش تخدم لك مزيان. دونك الحاجه الوحيده اللي يمكن تفاريي ليها لا بويسونس وما يطرى ليها والو هما لي مونتور، حيت لي مونتور يمكن تخدمها او فيل دو سولاي. دونك لابليكاسيون هما لو بومباج دو لو. دونك علاش لو بومباج دو لو؟ الا كنا كن لو بومباج دو لو الا كنا كن اليمونتي واحد الباسان ولا ان ريزيرفوار دو ستوكاج، حيت في هذيك القضيه في هذيك الحاله بحال الا كنشارجي واحد لاباتري، لا فارياسيون ديال لا بويسونس ولا ديال لو ديبي ديالنا ماشي مشكل. داكوغ، يعني واخا كتفاريا
ماشي مشكل، ولكن الا كنتي كتاليمونتي مثلا ان ريزو ديال الكوت اكوت، في هذه الحاله غيكون عندك مشكل، بويسك غادي تحتاج واحد لا بويسونس لي ستابل، وواحد لا بريسيون لي ستابل او نيفو ديال لي غوتور ديالك، وانت ما غاديش تكون عندك الا كنتي او فيل دو سوليل. دونك Voilà, donc à les systèmes de pompage au fil du soleil. Après, voilà, comme l'application principale, il y a les systèmes d'irrigation. Voilà, donc il y a l'application principale où on a les systèmes de pompage solaire avec stockage hydraulique, bien sûr. Après, on a les systèmes autonomes. Les systèmes autonomes, l'application principale, c'est pour l'alimentation des sites les isolés. D'accord? Il y a ma fiche l'accès au réseau, les réseaux électriques. Donc, les systèmes, autonomes avec batterie qui sont rentables, les installations isolées. Il y a un site qui m'a fait le tour. Il y a l'extension du réseau. ولا دير ان جروب الكتروجين. دونك هنا غالبا هاد القضيه كتكون غاليه. انا دونك شنو هو الحل، هو هما لي باتري. دونك في هذه الحاله فاش كدير ماشي جوست لو ستوكاج دو لينيرجي، يعني لو رول ديال لي باتري في هذه الحاله ماشي غير لو ستوكاج دو لينيرجي، مي اوسي لا ستابيليتي دو كورون اي دو بويسونس او نيفو ديال لو سيستيم ديالك. D'accord, yani واخا كتكون عندك لا فارياسيون ديال لا بويسونس او نيفو دو شوف فوتوفولتاي، هنا لو رول ديال لي باتري انهم كيعطيوك لا ستابيليتي ديال لو كورون او لا بويسونس في لو سيستيم ديالك. دونك اش ممكن نلقاو، شنو هما لي كومبوزونت اللي كنلقاو في ان سيستيم اوتونوم افيك باتري؟ كنلقاو الشوف فوتوفولتاي les caractéristiques d'ielo déjà dans les la puissance crête, le courant à court-circuit, la tension à vide, la tension au point maximal de puissance et le courant au point maximal de puissance. D'accord. Et après le régulateur de charge c'est un élément de protection, même نهضروا على لي باتري وما نهضروش على ريغولاتور دو شارج ولا ان شارجور لي كي اسوري لينا بيان سور لا بروتيكسيون كونتر لي سو شارج اي لي سور شارج. داكور، لا باتري كما كتعرفوا الا كنا كنشارجي اون باتري الا فتنا ليها لو ماكس ديال لا شارج ديالها يعني 100%، دونك يمكن انها تفرقع les sous-charges et surtout les batteries au plan. Donc une fois que tu as une émission au slot 0, une seule batterie au plan, soit AGL, soit AGM, soit électrolyte liquide, donc tu vas mettre la batterie d'elle, qui est mis sur les plaques d'elle, les cellules d'elle, qui est mis.
الوغ دونك باش نحميو لا باتري ديالنا باش ما نطيحش دونك ضروري كنديرو هاد ريغولاتور دو شارج اي ابري لا باتري دونك لي ريغولاتور لي كاركتيرستيك ديالها سي لا طونسيون ديال ريغولاتور اي لانتونسيتي اي لا بويسونس اوسي دكور بالنسبه للبارك دو ستوكاج سا ديبون واش عندك اش جي ام ولا الكتروليت لي بالنسبه لي كاركتيرستيك سي لا كاباسيتي اون امبير اور اي لا تنسيون ديالها و اي اوسي لو كوران ديال لا شارج او لو كوران مويان ديال دي شارج دونك هادوما لي كاركتيرستيك لي كناخذو اون كونسيديراسيون بالنسبه لا باتري الا عندكم دي شارج اكورون كونتينيو دونك ما غاديش تحتاجو المونديولور الى عندك انه الى عندك دي شارج اكون الترناتيف دونك في هذه الحاله ضروري انستالي ا مونديولور داكور يعني كما قلت بالنسبه للي سيستم اوتونوم كيكون رونتابل جوست في دي ابليكاسيون لي يا با داكسي لو ريزو الكتريك دونك اون فوا كيكون عندك لو ريزو الكتريك هاد لي سيستم اوتونوم افيك باتري ما كيبقاوش رونطابل علاش تو سامبلومون حيت لو كو ديال لو كيلواتور لي غادين انستاليو فهاد لي بروجي افيك باتري كيكونوا غاليين داكا le plan description du système more 4 WZZ la ion dos dot technologie structure break ça là ما عنديش شي فكره على هاد يعني على ديال هاد لي ديتاي سي اتري بالنسبه للمور مور 4 ما عنديش صراحه شي فكره ولكن نبعد نسول لك شي واحد من الاخوان اللي خدام معاهم نور ونشوف الى عنده شي فكره على هاد لي دوني اللي كطلب alors donc après quel est le système hybride الا كنهضروا على ان سيستم هبريد اون جينيرال كنهضروا على دو سورس ديال لينيرجي اكتويلمون ولينا كنهضروا على سكي ستاندار سكي تراديسيونيل هما لي سيستم هبريد اوتونوم اللي كنلقاو فيهم دو ستو دو ان شون فوتوفولتايك اوتونوم بلس ان جروب الكتروجين ولا ميكرو سنترال هيدروليك ولا ايوليان دونك هادو يمكن نسميوهم دي سيستم هبريد اوتونوم مي اكتويلمون ولينا نهضروا على ان دي نوفو تيب ديال لي سيستم hybride sauf le pompe solaire soit qui système raccordé au réseau donc le système raccordé au réseau est là dès le stockage de l'énergie d'accord ou actuellement on a aussi là les systèmes hybrides au niveau de au fil du soleil ça veut dire on a de des variateurs de vitesse avec compensation yani les يمكن تخلي جوج ديال السورس ديال l'énergie soit group électrogène soit le champ photovoltaïque donc ça s'appelle le système hybride après voilà un exemple ديال un système hybride où il y a beaucoup pas mal de sources d'énergie l'éolien donc l'électrogène par le stockage et le champ photovoltaïque. Alors, et après, le sujet de l'analyse, on a les systèmes raccordés au réseau. Donc, je ne sais pas ce donc, il y a rentable, bien sûr, l'accès au réseau fait, donc, il y a le stockage,
Donc, la stabilité le système de la puissance du système bien sûr la stabilité du système l'intensité ou de la puissance qui dira le réseau électrique. Alors, je vous une question d'elle Sylmatri. Le rôle des régulateurs. Donc, il m'a dit le régulateur de charge, le rôle d'elle, c'est un élément, on peut dire, c'est un élément de protection. D'accord? Kéchmélène à la batterie contre les surcharges et les sous-charges. Donc, il m'a dit les surcharges, l'image. Voilà. Donc, il a acheté l'image là, on met des batteries, il met des batteries, des régulateurs de charge, ou là, ou là, d'accord? Vous voyez, la batterie, une frette. D'accord? Bien sûr qu'il connaît des batteries, les kits Fargo. L'acheté là, la batterie, là, une frette, elle est. Et le régulateur de charge, la batterie qui est chargée, ou le régulateur il y a un dos qui fait qui coule le risque à notre part. Ok, il y a un autre problème. Pardon. Ok, il y a المشكل ديال شارج يعني إذا كانت لا باتري إذا كانت لا باتري بيان سور تمشي لا باتري ديالك ما تشارجهاش باقي Voilà, donc si le Bachir a attaqué une réponse à Sylmatri, le régulateur permet d'éviter les sous et les surcharges au niveau de la batterie. Donc, une semaine, les bras, ils ont plus d'informations à l'aide les régulateurs de charge et tout. Et je la partie l'équipe les systèmes autonomes, la partie les régulateurs de charge. Alors, donc, les systèmes raccordés au réseau. Donc, les systèmes raccordés au réseau, on peut dire qu'il y a plusieurs types de systèmes. Les systèmes à vente totale, les systèmes de la vente de surplus, les systèmes de l'autoconsommation. Il y a une telle anouilles des systèmes raccordés au réseau, les kainés. Alors, les systèmes à vente totale, il y a une kainé au coulchik. Les systèmes de la vente de surplus, et les systèmes à autoconsommation. Au niveau de la conception du système, en général, la vente totale et la vente de surplus, la configuration du système, le fork au niveau du comptage de l'énergie. Alors, la vente totale. La vente totale qui lit le coût de l'électricité, le réseau Kibir, le coût le coût de l'électricité photovoltaïque. زيد على لو كو ديال الالكتريسيتي ديال الريزو يعني انا الا كنت كنبيع
كنبيع الناس ديال الريزو 1 كيلو واتور مثلا ديال الفوتوفولتايك كيدير مثلا درهم و20، 1 كيلو واتور ديال الريزو كيدير مثلا 0.8. يعني انا من الاحسن ليا انني نبيع كل شيء نبيع كل شيء، عاد كنشري من عندك غالي على لو كو ديال الالكتريسيتي ديال الريزون. دونك في هذه الحاله من الاحسن انك كتبيع كل شيء، كاع الانرجي اللي كتبرودوي كتبيعها عاد كتشري. دونك هادو كيتسموا لي انستالاسيون افون توتال، داكوغ. يعني كاينين دول اللي كيبغيو يشجعوا هذه القضيه ديال الانفستيسمون في لي سونترال فوتوفولتايك، كيدير هاد القضيه عوض ما يعطيو دي سوبفونسيون للناس، يقول لهم فوالا راه الا عندك اون انستالاسيون فوتوفولتايك راه غنبقاو نشريو من عندك الضوء مثلا بجوج دراهم، ولكن انت الا بغيتي تشريه من الريزو راه كتشريه بدراهم. يعني هو كيولي عنده جوج لي كونتور، واحد لو كونتور ديال برودكسيون، واحد لو كونتور ديال لو كونسوماسيون. دونك هذاك الكونتور كل واحد والثمن ديالو. يعني هنا سي او نيفو الفرق يكون او نيفو ديال لي كونترا اللي غدير مع لو جيستيونير ديال الريزو ديالك. داكوغ. الحاله الثانيه هو لا فونت دو سور بلوس. لو سور بلوس في هذه القضيه، في هذه الحاله سوا يمكن القانون كيقول لك ما خصكش تفوت واحد البورسونتاج ديال لا فونت. مثلا في القانون ديال المغرب اللي يمكن يخرج كيقول لك عندك ما عندكش الحق انك تبيع اكثر من 30% جو كخوا من لا برودكسيون ديالك. يعني وغالبا في هاد الحاله كتلقى لو بري ديال الكيلواتور ديال الريزو كيكون غالي على لو كيلواتور ديال الفوتوفولتايك. يعني الا كنتي كتشري من عند الناس ديال الريزو بدرهم، هما غيشريو عندك غير ب 0.8. يعني سي با رونطابل بالنسبه لك انك تبيع. دونك اش كدير؟ كتكونسومي داكشي اللي غيخصك، و لو سور بلوس هو اللي كتبيع. يعني داكشي اللي شايط لك هو اللي غادي تبيع باش انت ما تخلصش واحد الفاكتور اللي طلع. دونك هنا لا ميم شوز، هنا سي اون كيستيون ديال الكونتاج. يعني ان كونتور سوا جوج لي كونتور سوا ان كونتور بي ديريكسيوني هو اللي غيدير هاد القضيه ديال الكونتاج. بيان سور في لا فان دو موا كيشوفوا لو كونتور اللي بيان سور ou que je vois la différence avec les deux compteurs. Donc, la vente de le surplus. Il y a un système à autoconsommation, ou le troisième. Je pense que c'est un système à autoconsommation. Maintenant, dans le cas du Maghreb, on n'a pas le droit d'acheter de l'électricité dans le réseau. Non, pas le droit, donc le canon mazal ma khajouch les décrets d'application. Non, mais les cartes ont le haq, on a envie l'électricité, le nas de la prise. Alors, donc, fait le hala, achnouwa le hal, on a, puisque le réseau de actuellement, on peut dire, c'est un mot. اللي مونو ديريكسيونيل، يعني غير كيحسبوا من جهه واحده، كيحسبوا من جهه واحده. الا كان ان كونتور الكترومغنيتيك، يعني هذوك القدام اللي كيدوروا، ولا كان ان كونتور الكترونيك كيحسب عليك. دونك سطروا على هاد عليك، يعني لي دو في لي دو سونس، سوا كتانجيكتي سوا كتاخذ كتكونزومي هذوك لي كيلواتور كتخلصهم. سكيفي يعني يمكن انت دير اون انستالاسيون كتولي كتانجيكتي مثلا سوغ بلوس ديالك في النهار، كتجيك لا فاكتور غاليه واخا انت ما كونسوميتيش هذاك الشيء نورمالمون، هذاك الشيء اعطيه للريزو. داكوغ. و سي انترديت دابا في القانون انك اصلا تانجيكتي. دونك في هذه الحاله كدير ان كونتور ان سيستيم اوتو كونسوماسيون، يعني انك كدير ليميتاسيون كما كنقولوا كنسميوها ليميتاسيون ديال لانجيكسيون. يعني لو سور بلوس ما خصوش يمشي الى الريزو. دونك لا كيستيون اللي كطرح بزاف لا كيستيون اللي كطرح بزاف هي
فين كيمشي هذاك لو سوربلوس باش كنديروا لوتو كونسوماسيون دونك لو سوربلوس فين غادي يمشي. Alors, je vois la question là. Il y a des prisonniers autonomes dans les installations avec les batteries. Donc, la question des meilleures batteries, voilà, au niveau d'autonomie, donc, c'est réparé le nombre des jours d'autonomie, il y a des tâches, le calculier. Mais d'abord, les batteries LIMS et ANIN, les batteries. Au plan, au moins les batteries, au moins les batteries à gel. Donc, il y a des batteries à gel, il y a des batteries stationnaires, donc, mais qu'on a bien sûr au thème de l'IANA, il y a des installations, il y a des batteries, des batteries de lithium, ou il y a le prix de l'IANA qui est réalisé. Alors, donc, on revient au système d'IANA, le système de limitation d'injection. Comme je l'ai dit, la limitation m'a dit que la configuration du système d'IANA, donc, vous avez vu que c'est solo, avec le surplus, les marceaux, je me suis réalisé, fin radi. Alors, donc, je vous fais le schéma, je vous fais un autre schéma, les veines. Donc, nous avons le schéma. Même la page bêta. Le système. Alors, donc, il y a un système qui fait ça. Le champ photovoltaïque. Pendant du leur, qui est raccordé à. مع الريزو دونك الريزو نسميوه لوينو داكوغ وهنا غادي نديروها هي الدار ديالنا داكوغ هو الباب. الوغ دونك نفترضو عندنا واحد لو شون فوتوفولتايك هنا غير باش نعرفوا ديجا لانجيكسيون كيفاش كدير. بزاف ديال الناس ان سيستيم فوتوفولتايك اكوردي اوريزون قلنا انه ديما كيعطي الاسبقيه للدار داكوغ. ان مثلا الا كاينه الشمس لونديلور ديالنا خدام وكاين الريزو ديما لا شارج اللي عندك اللي غتكون عندك في الدار ديما كتاخذ هذاك الضوء اللي كيجيك من لي بانو ما كتاخذش من الوينو داكوغ. يعني كتعطي ديما الاسبقيه للريزو. والسؤال اللي كيطرح بزاف هو كيفاش غير كتعطي هاد الاسبقيه للدار داكوغ. شنو هي لا كومبو واش كاين شي كومبوزونت اللي كدير ليا لا جيستيون ديال هاد الانرجي. باش تقول لي مثلا راه الدار مثلا كتحتاج مثلا 5 امبير
راه خاصها ديك 5 امبير الا كاينه في لي بانو سولير راه خاصها تمشي للدار، و الا كانت غير 4 امبير في لي بانو راه غتعطينا غتجبد 1 امبير من الريزو والعكس. دونك الا كان شي واحد عنده شي فكره علاش على كيفاش كدير هاد القضيه ديال لا جيستيون ديال هاد لينرجي، علاش ديما في انشون فوتوفولتايك دونك هاد لا بارتيسيب دي سي على دونك علاش ديما في هاد لا بارتي دونك هادي سي لا بارتي دي سي كيفاش لو ريزو ديالي لو سيستيم ديالي غيعطي الاسبقيه للدار وما كيعطيهاش للوينر داكا. يعني الا عندي واحد ليديرجي ديسپونبل في الشون فوتوفولتايك ديالي علاش كتمشي للدار وما كتمشيش للريزو الا كنت انا كنحتاجها في الدار داكا. هذه واحد لا كيستيون اللي مهمه بزاف انكم تفهموا هذا لو كونسيبت كيفاش كيفاش كان اكسبلواتيو لينيرجي ديال لو شون فوتوفولتايك ديالنا وكيفاش كدير لانجيكسيون وكيفاش كدير لا جيستيون ديال لينيرجي داكور. دونك هادو دي كيستيون اللي ضروري ان انستالاتور انه يفهمهم. الا دونك سي اللي عنده شي فكره دونك يحاول انه يحط في كومونتير. وي ان شاء الله. دونك مازال عندنا دي حلقات اخرين غنهضروا فيهم على لا مانتونس ديال لي انستالاسيون فوتوفولتايك. Alors donc l'aziz, si notre système a encore un pour sens. Alors à la question, on a la question le courant qui est le champ photovoltaïque pour marcher. لو كورون ديال الريزو، الكورون ديما كيقلب على الطريق السهله. دونك هذا هو اسهل سؤال، اسهل جواب. سي ايوب ميرسي بوكا خويا. اكزاكتومون. دونك سي لا ريغل دو موان ريزيستون. تو سامبلومون عندك 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 الوينر، عندها واحد لا سونترال وفيها واحد الكورون، وعندك في الدار واحد الكورون. دونك اول واحد غيوصل هما ليزيكترون ديال الدار. يعني حيت بزاف كنسمع دي انستالاتور اللي كيقولوا راه سي جيستيون انتيليجون ديزون دو لير انتيليجون اللي كيديروا القضيه مي نو. دونك سي ناتوريل تو سامبلومون. دونك هذا اللي قريب هو اللي غيوصل الاول للدار بيان سور. باش تكون عندنا لانجيكسيون بيان سور التونسيون ديال لوندولور كتكون زايده بشويه على لا طونسيون ديال لافي اللي كاين. دونك كيكون عندنا واحد لو اي برودوي هو لو اي ديال لي بانو فوتوفولتايك. هو دونك نحيدو كاع من هنا نديرو هنا واحد لو اي كونسومي في الدار ونديرو واحد لو اي انجيكتي داكا ونديرو واحد لو اي هذا لو اي ديال لاشارج
نسميوه ديال الطا، وهذه لو اي ديال لا كونسوماسيون. داكوغ، هذا هو هذا، هذا هو هذا. دونك هادو هما لي كورون، نفترضو هادو هما لي كورون ديال الطاي. نشوفو ليبوتيز الاولى ولا لا سيتوياسيون الاولى. الا كان عندنا لو اي برودوي inférieur ou égal le i ou la inférieur, inférieur le i de la charge. Il y a une idée qui est consommée, l'idée qui est consommée, donc on قل من داكشي اللي كان برودوي. دونك في هذه الحاله غتولي عندنا لانجيكسيون، يعني لو اي، يعني في هذه الحاله اشنو غيولي عندنا؟ هذا لو اي سي، لو اي كونسومير يساوي زيرو. علاش؟ حيت ما نجيب والو من الريزو. داكوغ، هذا ولي اي انجيكتي غيساوي لو اي بي moins le i de la charge. D'accord? Voilà. Donc, là, c'est pas le i injecté. Il y a une idée la différence bien entendu, mais le roi les radimchi, une seule raison. Donc, vers le hala, parce qu'on a une l'injection. Voilà. Donc, الحالة الثانية هي إلى عندنا نو هنا سي سوبيريور، ياك شكون هنا لانجيكسيون. داكوغ، إلى عندنا لو اي بي انفيريور. D'accord, on a reçu qu'on a le produit qui termine d'action, donc supérieur. Donc le i produit est inférieur à l'i de la charge. Il y a une i qui est en zidon, mais en raison. D'accord? Il y a une i le i injecté égale à zéro. Je vais injecter le tâche en raison. Mais le i consommé, raison, oui. Le i de la charge moins le i de la production. Donc, si le rangé dans le réseau, ou si le i de la charge, il s'agit le i de la production plus le i de la consommation, de l'ouïne. D'accord? Il y a la halle tania. Il y a une là, quand j'ai dans le réseau, la halle telta. هي فاش كيكون لو اي، لو اي دو كونسوماسيون ديال لا شارج كيساوي لو اي ديال لا برودكسيون. داكا، يعني هنا لو اي في هاد الحالة، لو اي انجيكتي كيساوي لو اي ديال الريزو كيساوي زيرو. ما نجيبو والو من الريزو، يعني كنوليو دايرين لوتونومي بلو ريزو الكتريك. دونك قبيله هضرنا على تخوا تيب ديال لي سيستيم، باردون عقيلة، يعني دونك قلنا قبيله ان الا كنهضرو على لي سيستيم، لي سيستيم راكوردي او ريزو، كنهضرو على ثلاثة ديال لي تيب ديال لي سيستيم. دونك هاد الحالة الأولى، إلا كان لو كورون ديال لا شارج، لو كورون ديال لا شارج ديال لا برودكسيون ديال لو شون فوتوفولتايك باردون، يعني هذا، إلا كان لو كورون ديال لا برودكسيون ديالي كبر من لو كورون ديال لا شارج ديال الدار، يعني ما غنجيب والو من الريزو. داكوغ،
وغادي انجيكتي شحال انجيكتي هو لا ديفيرونس ما بين لي دو. الحاله الثانيه هي فاش كيكون عندي لا برودكسيون ديالي قل من لا كونسوماسيون، يعني غيخصني الحساب ملي غنجيبو غنجيبو من الريزو، يعني الا إيه غنجيب من الريزو يساوي لو اي ديال لا شارج موان لو اي نحيد من هذاك الشيء يساوي لو اي، يعني كنحاول ديال لو اي ديال لا شارج لا شارج ديالي يساوي اي ديال لا برودكسيون. الوغ دونك الا كنهضروا على ان سيستيم اوتو كونسوماسيون هو لا كومبينيزون ما بين هذا لا 1 و 3، هذا لو 1 مع 3 هو ان سيستيم اوتو كونسوماسيون، يعني لو سور بلس ما خصوش يكون ديما، يا اما نكون قل من الريزو يا اما بلاتي لا ما بين لو 2 ولو 3 بانو صافي راني خص ديما دونك لو تو كونسوماسيون هي ما بين جوج وثلاثه، يعني يا اما تكون عندي لا برودكسيون قل من لا كونسوماسيون يا اما لا كونسوماسيون كتساوي لا برودكسيون. ما خصنيش نطيح في هذا البروميير كا اللي لا برودكسيون ديالي تكون كبر من لا كونسوماسيون. دونك هذا هو لوبجيكتيف في لي انستالاسيون افيك ليميتاسيون دانجيكسيون، انني نحيد هذه الحاله الاولى، انا ما خصنيش نوصل واحد الحاله اللي لا برودكسيون ديالي تكون كبر من لا كونسوماسيون. Voilà, donc si Mohamed, le courant est paresseux, il cherche le chemin le plus court. D'accord, exactement. Alors, donc, j'ai encore des questions. Alors, le cas d'hier, les trois systèmes, de darourien, on a le droit d'y faire les trois types des systèmes raccordés au réseau. Donc, bien sûr, maintenant, le goût de temps, les installations raccordées au réseau, les domaines sur le marché. Donc, maintenant, il faut le concept technique ديال كومون سا مارشي الانستالاسيون. من بعد لي زونديلور هذيك ماشي شي حاجه اللي كومبليكي، كل اونديلور في لو كابلاج ديالو لو ديمونسيونمون ديالو ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ولكن خص تفهم ديجا لو كونسيبت ديال لو سيستيم ديال كيفاش كيخدم. الوغ دونك دابا كيفاش يمكن لينا نبقاو في هذه الحاله الثالثه ما بين الثالثه والثانيه، يعني في لوتو كونسوماسيون كيفاش غادي نخليو ان لو سيستيم ديالنا ما عمر يوصل للحاله الاولى. une installation raccordée. alors donc كيفاش غنديروا ليها، كنزيدوا واحد une autre composante نزيدو هنا ان وات متر ولا ان سمارت متر هكا ان كونتور لي غيتراكوردا مع لونديلور لا كونيكسيون بيس ولا شي حاجة بحال هكا هكا سي ان وات متر لا يحسب لينا سينون كان شي كتير مزيان سي ان سمارت ميتر اللي كيحسب لينا لا بويسونس اللي كتكونسوما في لا شارج. الوغ دونك شنو غيدير لونديلا، كيحسب هاد لا بويسونس اللي كنطلبو في الدار، نقولو كيحسب لو كوران اللي غنطلبو في الدار، بويس لا طونسيون هي في كاع لو سيستيم.
دونك شنو كيدير؟ الا لقى لا بويسونس، يعني الا لقى لو كورون ديال اللي كتحتاج في الدار، قل من داكشي اللي كيبرودوي البانو ديالك. داكوغ، عندك لا كورب لو شون فوتوفولتايك ديالك، عندك لا كورب كورون طونسيون دايره بحال هكا، هذا هو لو بوان ماكسيمال دو بويسونس لي بي بي تي ديالك. لي بي بي داكوغ. الو دونك الى لقى في هذه الحاله، دونك شنو غيدير لونديلور ديالي؟ غيبدل لو بوان دو فونكسيونمون ديالك، ما غاديش يبقى خدام في لو بوان ماكسيمال دو بويسونس. كاينين سوا دي زونديلور اللي كيطلعوا لا طونسيون، حيت الى طلعتي لا طونسيون كتولي كينزل لك الكورون هنا، هذا سي لو اي وهذا سي لو اي. دونك الى طلعتي لا طونسيون غينقص لك الكورون، داكوغ، و الى نزلتي عاوتاني لا طونسيون غينقص ليك الكورون، داكا. دونك على حساب الالغوريتم ولا ميثود باش خدام لونديلور ديالك، يعني يمكن انه يطلع لا طونسيون اللي ينزلها باش ينزل من لا بويسونس، وكيحاول ان هاد لو اي اللي غيخرج هنا يساوي هذا باش يولي في 3. داكوغ، الا كنتي في لا بوزيسيون 2، يعني لو كورون ديال لا برودكسيون قل من ديال لا شارج، ما لو شون فوتوفولتيك غيعطيك لو ماكس اللي فيه. داكوغ، يعني ليميتاسيون دانجيكسيون كتخدم لك غير هاد الكال الاول، الا لقى ان لا ان الى القانون بازل بيان سور لا طونسيون اللي طلع باش ينزل لو كورون ديال لانستالاسيون ديالك. الو دونك نرجعو لا كيستيون ديال سي عزيز. سي نوتر سيستيم راكوردي او ريزو برودوي اون بويسونس انفيريور ا نوتر بيزوان، ايسكو اي لي رونتابل qu'on peut prendre comme solution d'injection pas encore autorisée. Bien sûr, mais d'arora, donc les systèmes à la cour des hauts réseaux, ce ne sont pas des systèmes Zema pour l'autonomie, mais qui est on peut dire mais qui est d'arouche bêche du coup, dès que l'autonomie il y a le mieux le meilleur. Donc l'avantage des systèmes à la cour des hauts réseaux ان يمكن الى عندك اون انستالاسيون، يعني سا ديبون لو كونترا اللي غيكون عندك مع الجيستيونير ديال الريزو. الا كان لو جيستيونير ديال الريزو كي اوتوريزي لانجيكسيون تبيع ليه لينيرجي، فهاد الحاله يمكن انت واخا كتكونسومي في الدار 3 كيلواتور بار جور، يمكن دير اون انستالاسيون اللي كتعطيك 40 كيلواتور بار جور، يعني كتولي اون انستالاسيون بيرمون كوميرسيال، كتبيع الضوء. دونك في هذه الحاله غيكون رونطابل. والحاله الثانيه فاش انت تكون عندك لا سورفاس ليميتي، انت كتكونسومي مثلا 10 كيلواتور بار جو، ولكن لا سورفاس اللي عندك في الدار ديالك يلاه غتعطيك 3 كيلواتور بار جو، يعني غتعطيك 30% من لا برودكسيون من لا كونسوماسيون ديالك، يعني راه لو شون فوتوفولتايك غينقص لك 30% من لا كونسوماسيون انرجيتيك ديالك. داكوغ، هادي الحالة الثانية. وإلا كنتي عاوتاني عندك أسيد سورفاس وأنت ما بغيتيش، ما عندكش يا با دانتيغي إيكونوميك باش تبيع، دونك كتحاول أن لا برودكسيون ديالك أنويال تساوي لا كونسوماسيون أنويال ديالك، ديال ما يمكنش تجيبها إكزاكت 100%، ولكن يمكن تخدم على واحد لا فاكتور انويال ولا واحد لا فاكتور مونسيال، ما كتوليش دير تحسب فريمون على واحد لا برودكسيون جورناليه. ولكن الا كنتي في ان سيستيم اوتو كونسوماسيون، في هذه الحاله كتاخد اون كونسيديراسيون لا كونسوماسيون مونسيال ديالك بالنهار، داكوغ، حيت الانستالاسيون ديالك كتخدم غير بالنهار، داكوغ، يعني حتى لو ديمونسيونمون ديالك كيدار على هذيك لا بارتي بالنهار اللي عندك فيها البوزوان. عاد
Voilà, donc normalement les possibilités les kainées. Merci Bachir, est-ce que nous avons besoin d'un wattmètre installé dans ce type d'installation? Alors, il faut que tu achètes un wattmètre ou il a abrité des limitations d'injection. Chauffe la consommation d'électricité ou la production d'électricité et tout. Faites le halal, دونك هذا فيما يخص الحصه ديال اليوم، الحصه الاولى ديال لي انستالاسيون راكوردي او ريزو، لو ديمونسيونمون ديال لي انستالاسيون راكوردي او ريزو. غدا غنشوفو لا سويت، لا بارتي ديال المونيتورينغ ديال لي انستالاسيون. ابخي نبداو في لا بارتي، ماشي غدا مي بعد غدا ان شاء الله. غدا غيكون معنا سيمون سيف نجيم في اون فورماسيون، لا سويت ديال لا فورماسيون ديالو ديال l'efficacité énergétique pour le bâtiment au logiciel binaire. Donc c'est vrai qu'on a un tabachi comme le module de l'efficacité énergétique pour le bâtiment, on va être sûr, Inch'Allah. Ou bien, rendez-vous la suite de la partie des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau. Et on a retenu, Inch'Allah, qu'on a un assis wahid. سي وحيد العسري اللي راه يهضر لينا على لا برودكسيون ديال البيوغاز، سي لانيرجي دو لا بيوماس. نهار ثلاث غيكون معنا سي وحيد، ونهار اثنين غيكون معنا السي محا الشرقاوي في الحصه الثالثه ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك دون لاندستري. داكوغ، دونك هذا هو لو بروغرام ديالنا. دونك غدا ان شاء الله غيكون معنا السي منصف نجيم مع تسعود في لا فورماسيون ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك في لاندستري. و دونك مع الحد، دونك غنكملو هاد لو كور ديال لي سيستيم راكوردي او ريزو. مع الاثنين غيكون معنا السي محمد الشرقاوي في لا فورماسيون ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك دون لاندستري، الحصه الثالثه. ونهار الثلاثاء غيكون معنا السي وحيد العسري a donné une présentation de la biomasse. Si vous êtes un expert de biogaz, et Darlina là, la juste. D'accord, merci pour votre travail. Donc, nous allons les mettre sur la chaîne YouTube, Inch'Allah. Au revoir, salam alaikum.